الماجري محمد مرتضى سويد. محمد مرتضى سويد. اقرأ من سورة الأنعام. قال تعالى: لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، شهدنا على أنفسنا، وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ولكل درجات مما عملوا، وما ربك بغافل عما تعملون. وربك الغني ذو الرحمة، إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. حسبك. اقرأ من سورة هود.
قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. أعيد الآية. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله لما جاء فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله فما أغنت
ضلت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. حسبك. اقرأ قوله تعالى في سورة الأحزاب: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. حسبك. السؤال الرابع: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين. وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وإن من شيعته لإبراهيم إنه من عبادنا المؤمنين. ثم اقرأ.
ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم حسبك وبارك الله فيك تو ختامه مسك أنا مكزو كرشن مسابقة نا القرآن دا مكينا وانا شكرا دا مزابي وان دا يتشانشانتي يكامنتا kasan Ghana daga can kasan Saudiya Allah ya samu dace almajirai duka da sun yi kokari darajatin da ke tsakanin su insha Allah ba ta daiwa ta yanzu za mu mika abin magana mu ba MC mu insha Allah ya je da mu at-takbir at-takbir alhamdulillah 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 kudos and good job to all the participants. You really, really showed your awesome best. The fact that you went through the regional and here you are in the national, we are so much proud. Wallahi alhamdulillah. At this juncture, whilst they are collating the results, I think. في البداية يسرني أن أرحب بكل السادة الحضور من مشايخ وعلماء ومشاركين. وضيوف في هذا الحفل القرآني البهيج الذي سنتفيأ خلاله بظلال القرآن الكريم ونفحاته وأنواره من خلال التصفية النهائية للمسابقات القرآنية وذلك لاختيار أفضل من يمثل دولة غانا في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية بالمملكة العربية السعودية في دورتها 44 لعام 1446 هجرية وتمثل هذه المسابقة الدولية أحد أوجه الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية في مجال خدمة الإسلام والمسلمين ورعاية القرآن الكريم والاهتمام والتشجيع للحفاظ في كل أنحاء العالم وهذا ليس بجديد على حكومة المملكة العربية السعودية وأنا شخصيا شاهد على ذلك فقد كان لهم دور في تأهيل الكثير من الكوادر الغانية الذين من خريجي جامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية ولن ننسى فضلهم علينا وعلى العمل الدعوي في بلدنا إننا في الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم بدولة غانا نسعى بكل طاقاتنا رغم شحة الموارد وانعدام الإمكانيات في إقامة مثل هذه الأنشطة والمسابقات في ضوء حرصنا جميعا على خدمة كتاب الله عز وجل وعلى التواصل الحضاري والفكري والثقافي وتنشأة أبنائنا على صحيح الدين بعيدا عن كل ألوان التشدد والغلو أو التسيب أو الإلحاد أو الأفكار الضالة والمنحرفة ولا شك أن القرآن الكريم إنما هو كتاب رشد وهداية ورحمة للعالمين وأن في حسن فهمه والتمسك به خير الدارين الدنيا والآخرة كما أن فهم كتاب الله الكريم فهما صحيحا يعصم أصحابه من الشتت والزلل
وهو ما نتمناه لأبنائنا جميعا ونسعى لتنشئتهم عليه منذ الصغر، مع تأكيدنا على أهمية دور الكتاتيب ومعلم القرآن الكريم في غرس القيم الإيمانية الصحيحة والأخلاقية النبيلة والوطنية الرشيدة. ونحن هنا نتقدم بجزيل الشكر والعرفان للأخ معالي سفير المملكة العربية السعودية في دولة غانا على كل الدعم والرعاية للعمل الدعوية وخدمة المسلمين. فالله نسأل أن يديم الأمن والاستقرار على المملكة العربية السعودية وأن يحفظها حكومة وشعبا من كيد الأعداء. كما أتقدم بالشكر لكل من الشيخ خضر إدريس، الشيخ يحيى سليمان دونتومبا، ومؤسس الفتاح للشباب وتعليم البنات على دعمهم وتعاونهم في إنجاح هذه الفعالية. ونسأل الله أن يكتب لهم الأجر والثواب ويجعل ذلك في موازين حسناتهم. وأخيرا نتمنى للجميع كل التوفيق والسداد، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لخدمة ديننا وخدمة كتابه العظيم وخدمة أوطاننا وأمتنا الإسلامية بل والإنسانية في مشارق الأرض ومغاربها. والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أغرغوجي أبين دنا فدي مونغودي ما أوبزي ما الله نيما دوكي سركي ديا سوكا القرآن ما حدا كما يندا كوكا جي يا رنغا سونا كاراتون القرآن موكا يمرابا دباكمو wa'anda suka zo tare da mu cikin wanga musabaka na alqur'ani. Allah ya katarshe mu da su duka ya ba mu ladan da ke cikin wanga alqur'ani. Sannan kuma babu shakka wanga musabaka yana cikin ayyuka da taimako da kasan Saudiya tace taimaka ma musulmai a duniya duka baki daya balantana masu haddace alqur'ani. Babu shakka kuma Saudiya, kasan Saudiya suna da kokari da suka taimaka ma wanga kasa tun lokacin 70s da 80s suka soma suna dokan almajirai suna gwada musu addini har yau da muke zaunen ga sun taimaka malumma cikin gane addininsu da rayuwarsu. Nan kuma mu cikin idara amali shonil Qur'anil Karim tare da cewa ikon mu bai da yawa amma kowane lokaci muna kokari ne irin wanga aiki da kuka gani muna yi gurgudun iyawan mu. Sannan kuma muka gode ma Safir wato ambassador kenan na Saudi Arabia da ke nan ga Ghana Accra ga irin wanga kokari da yayi cikin taimako domin shi ya kawo wanga ra'ayi cewa ayi tasfiya azabi wanda zai te ya mathala gana ya zo da abinda za a zo a gani. Allah ya taimake shi ya taimaki kasan Saudiya ya kiyaye wannan kasa gabarin makiyansa. Sannan muka gode ma malumman mu wa'anda suka yi sababi suka doki wanga aiki suka sa hannun idaran mu. Farkon su shine malamin mu da babban malamin mu shine Sheikh Khidr Idris, Allah ya kiyaye shi. Sannan dan uwa Sheikh Yahya shi ma wanda ya zamana yana aiki cikin safara na Saudiya, da kuma baban mu Sheikh Hamid Ibrahim wanda ya bakunce mu ya taimake mu duk abin da muke nema. Allah ya taimake su wa biya bukatun su baki daya. Karshen maganar mu muna gode ma kowa da ya zo nan, ba kiran mu kuka zo ba, kun zo ne da kiran Allah shine
kira maganan shi alqur'ani Allah ya sa mu da ku duka cikin damshin alqur'ani ya sa alqur'ani ta cece mu gobe in kiyama ta yi hada wa billahi tawfiq wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh atakbir jazakallahu khairan sheikh jazakallahu khairan so quickly sheikh all that he said he gives thanks to almighty Allah gives thanks to the kingdom of Saudi Arabia and the government at large, and also give thanks to our sheikhs who are the reasons why today we are all gathered here. They place in the effort that inshallah here we are today, we are in the final position to see who will represent Ghana in the and in the kingdom of Saudi Arabia, so that we are just praying and hoping that we should bring the award home inshallah. So quickly, but next on agenda, whilst they are collating the results, we call upon our very own Sheikh, in the person of Sheikh Hamid Muhammad Ibrahim, to come and give us a communique, so that we hear from him. He is representing the Bilal Islamic Center. If you care to know Bilal Islamic Center, this is where we are. Send the news across. We have all these facilities and space that can host any events Islamically, inshallah. And we also have a lot of facilities that we are also working on, inshallah, in the future. So if you have anything, you have any, conference, you have any occasion that you want to use our facilities, why not? Come to us. Of course, it's not free. But our fees are very moderate. We'll see to it that we'll give you the best of all that you require. Sheikh, fadal. Atakbir. Atakbir. I would like to imitate a very old Sheikh, Sheikh Abdul Qadir Al-Jazairi. I would like to recall in 1974 in Mauritania, what did he do when he wanted to open a meeting? What he said, Attahiyatu lillahi, Azakiyatu wa salawat wa tayyibat. And then we asked him that time, why? He said that all the greetings that people greet in this world all belong to God. So, and if we are saying Attahiyat, I have greeted you in all the languages that you people should understand. So I don't have to be going in for any interpretation of it. A lot has been done today. I can see that it's a very, very long day. Some people have not eaten, but Quran is just the food that we can say we cannot be so satisfied. We will continue to listen and to read it. You are just at the headquarters of the Bilal Islamic Center. So I wish to welcome you all once again, as we did welcome you some few months ago. You were here for the inauguration of the Bilal Islamic Center. You were here for a lecture that was given on medical matters. And today you are here again through the cooperation of some of our colleagues, the well wishers who felt that they should come to Bilal Islamic Center to honor the Bilal Islamic Center with the blessings of the Quran. And if we are talking of that, it is again the competition that I have never expected that will be held here, but they have brought everything here under the banner of Al-Fatahu Foundation, which is also one of the foundation and establishment we are trying to promote. And under that very Fatahu, so many organizations will be working through. I welcome you here, and I would like to say briefly what we are doing here before I go to the final communique that I will be delivering here. Our work here is that we are trying to promote harmony, unity among Muslims and other faiths.
anyone who comes here, even if he's a Christian, he will come and seek that very information about Islam. We are ready to give it as an Islamic center. Our mission again is to promote and preserve the teachings of Islam. The teachings of Islam, we can call it, there are so many ways of teaching Islam. But what we are doing here, we want to correct certain anomalies. And we are also, what we are doing here, we are also working towards spreading the message of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. If we talk of our Prophet, there are so many teachings that we can learn from him. We are also talking of teaching some of our not only ordinary leaders, leaders with Islamic background, with Islamic love, and with the love of the Quran that we have been together with today. And the other area also is that we are, as you can see on some of the notices, you can see that we have something like outdooring, we have a child and education and orphanage, and we have something like fatwa. Should people have problems with their marriage or something, they will come here. And in fact, there is a committee. We have set up so many committees. And among those committees is one that will cater for marriage and divorce. We don't pray that people get divorced, but it's part of life. So when we are going through the reading of the Quran today, we have heard a lot of things concerning inheritance. And when they are putting some of the readings to some of our contestants, we can hear it very well that there are areas that spoke about inheritance. So we are going to promote that area. One aspect that inspired me so much, and we have spoken about it so much, is the memorization of the Quran. We have put so many things in place. We have ordered some chairs from China, collapsible chairs, to enable our children to study Quran, to memorize the Quran, and some of them were to be here today. They have stayed for a very long time, and I don't know if they are still here. An opportunity will come that will bring them together so that they will be inspired by what has happened to their brothers, their senior brothers today, through the reading of the Quran and the memorization. Memorization of the Quran is something that when I was talking to Sheikh Hidr, I wish to recognize the presence of Sheikh Hidr. Sheikh Hidr is one of those people I have known for so many years back. A very, very close friend, a very close colleague, and I will not, anytime I heard of him, I look forward to seeing him. I wish to recognize his presence with us today, despite all the difficulties and the assignment that he has to undertake. He took the journey to come here to honor this occasion. Sheikh Hidr, I thank you very much for giving that very importance Bilal Islamic Center and Al-Fatahu Foundation. The memorization of the Holy Quran is something that all those concerned, I could see I would call them the judges who are sitting here. They would like to, I would like them to help us to see how best they can help Bilal Islamic Center to do the same thing. Because we want to see how best we can. We have prepared five children, some of them, the girls and the boys, that they will start learning the Quran. And our target is that by the time they have reached 12 years old or 13, they will have memorized the whole Quran. And so I would like you, with your presence here, that cooperation in the memorization of the Quran, I would like you to make it your top priority. You say that you don't have the means, but the means will only come from our own efforts. We will not wait for people from somewhere to finance what we are doing. The little we have,
وما تقدموه من خير تجدوه عند الله. Whatever you have given, whatever little it is, you will get them before God. So I will be appealing to you on behalf of the Bilal Islamic Center that we will be falling on you from time to time to see how best you could help us come out of this. And what has happened here today, you see, somebody said that Ra'aytu bi'ayni fawqa ma kuntu asma'u. You see, I have seen with my eyes what more than what I have been hearing. So, you see, when my children, I will call them, they were reading the Quran, I was just looking at myself. I told my brother that, Ya laytani kuntu ma'ahum. You see, I wish I could be with them. But it was a wish. It is not an easy thing to do. So whoever has come here among them and their participation and what they have done, it's not an easy thing at all. If you have passed through these stages, you will know that it is not an easy task. I was telling one of you yesterday what used to happen when I was at Al-Azhar, that the Egyptians, they will take you through here, they will take you through there. At the end of it, if you put in something that is not correct, they will tell you that, go out. So let me seize the opportunity. I have spoken about the Bilal Islamic Center, and what I'm doing now is that I'll go now to Arabic. I have something to tell the public, and my brother Manav will later on summarize it in the English that I have prepared. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. It will be in the form of a final communique, because what I have observed is that when we have meetings, we don't come out with any communique. We leave without submitting anything to anywhere for a follow-up. So I will be reading the Arabic to my brothers and to those who have also read the Quran. I could see that most of them could speak Arabic. So that is why I have decided again to speak Arabic. The final communique will read like this. نظمت الإدارة العامة للشؤون القرآنية بغانا بالمشاركة مع الفتاح مؤسسة الفتاح للشباب والبنات بغانا في مركز بلال الإسلامي في أبيكا لاباس في 18 مايو 2024 الموافق ل 9 ذي القعدة 1445 لإجراء التصفيات النهائية للمسابقة القرآنية لاختيار أحسن المتسابقين أداء لتمثيل غانا في مسابقة الملك عبد العزيز القرآنية الدولية التي يتم تنظيمها في المملكة العربية السعودية لعام 1446. إذ تكرر الآية القرآنية في سورة الحجر الآية 9 إنا نحن نزلنا القرآن وإنا له لحافظون. نعم إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لحافظون. شكرا جزيلا. وإذ تكرر الآية القرآنية في سورة الإنسان إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. وإذ تدرك مع الارتياح التقدم المهرس في غرس عادة تلاوة القرآن الكريم في نفوس الشباب وتشجيع حفظه وحمايته وتحفيزه من قبل الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم من خلال المؤسسات الإسلامية الإقليمية الأخرى والمدارس القرآنية في غانا. وإذ تعرف مع التقدير التعاون والتضافر بين الإدارة العامة لشؤون القرآنية بغانا ومؤسسة الفتاح للشباب وتعليم البنات بغانا
للعمل معا على تحقيق أهداف وترسيخ حب تلاوة القرآن في نفوس الشباب في أنحاء البلاد، وإن ترحب بالدور الذي يتلئ به الشيوخ والأئمة والمعلمون في مختلف المؤسسات في البلاد، ولا سيما مركز البحوث الإسلامية في منطقة نيمة المتمثل في جماعة أهل السنة وغيرها، وإن تدرك أيضا بروز مركز بلال الإسلامي كقوة يحسب لها حساب في محاولة تعليم القرآن وتحفيزه وفي تشكيل لجان الزواج والطلاق والتحكيم والفتوى وغيرها، وإذ تعترف بالاستعدادات التي تمت لتسهيل إقامة المسابقة واستضافة المتسابقين وبعض الحكام في مركز بلال الإسلامي في أبيكا لاباس، وإدراكا منها للاستثمار الضخم للمملكة العربية السعودية في تشجيع تلاوة القرآن الكريم وحفظه وتحفيزه، كما تجلى ذلك في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية للقرآن الكريم في المملكة العربية السعودية لاختيار أحسن المتسابقين أداء لتمثيل جمهورية غانا الحبيبة في دورتها 44 لعام 1446 هجرية الموافق 2025. وتدرك أيضا التوزيع المنتظم لنسخة القرآن في جميع أنحاء البلاد من قبل سفارة المملكة العربية السعودية في أكرا، وإدراكا منها لمحاولات أعداء الإسلام في بعض الدول الأوروبية وغيرها لتشويه كلام الله والتلاعب به أو تزييفه وجهة التدليل للشباب وصدهم عن القرآن الكريم والصراط المستقيم، كما هي الحال بالكتب السماوية الأخرى المحرفة. تتعهد ببذل جهود خاصة ضد القوى التي تسعى إلى تزييف القرآن وسنة نبيه المختار محمد صلى الله عليه وسلم، تحقيقا لما تم ذكره، تقرر إنشاء نوادي قرآنية داخل مؤسسات التعليم العالي لتشجيع تلاوة القرآن الكريم وحفظه وتحفيزه، وإنشاء قنوات اتصال سريعة مع الإدارة العامة لمراقبة تدفق النسخ المختلفة من القرآن الكريم باللغة العربية والأخرى المترجمة إلى اللغات الأخرى. دعوة المؤسسات الإسلامية فرادى وجماعة والشخصيات المسلمة لدعم النوادي القرآنية الموجودة بالفعل في مصرها، اتخاذ إجراءات لتسهيل تحفيز القرآن الكريم في مرحلة مبكرة للطفل وإتمامه في السن 12 إلى جانب الدراسات الأخرى. دعوة مجتمعاتنا بشكل عام والعائلات بشكل خاص إلى نشر الإسلام وغرس قراءة القرآن الكريم في نفوسهم وتعيين المعلمين ودفع رواتبهم. تعزيز التعاون الوطني من بين أمور أخرى من خلال التبادلات بين المناطق حول توزيع القرآن والجهود المبذولة لتحديد مصادره وبالتالي الكشف عن الإنتاج غير المشروع. جمع مؤسسات تعليم القرآن الكريم في سائر أنحاء البلاد تحت مظلة واحدة وتنسيق أنشطتها. عقد مؤتمر وطني حول القرآن الكريم وقيامه برئاسة الإدارة العامة لشؤون القرآنية في مكان وموعد يتم تحديدهما لاحقا. وأشكركم شكرا جزيلا وبارك الله في أولادنا وذرياتنا وفي كل ما نقوم به لنشر الإسلام وإثبات قراءة القرآن في نفوس أولادنا، والسلام عليكم. التكبير التكبير شيخنا. I think due to time,
Sheikh has spoken a lot, but I want to just take a few minutes to just put a summary to what he has said. Okay, this is a general administration for Quranic Affairs of Ghana in collaboration with Al-Fatahu Foundation for Youth and Girl Education, Girl Child Education of Ghana, having assembled at the Islamic Center, Abeka La Paz, Accra, on this day, 18th May 2024, Saturday, which falls on the 9th Kidda, 1445 Hijriya, to elimination of the Quranic competition to choose of our best to represent the Republic of Ghana in the Kingdom of Saudi Arabia for the international Quranic competition scheduled to take place in Saudi Arabia, as I said earlier. So, Sheikh, probably what he made mention of, he's just talking about how immersed Bilal Islamic Center, and then we're trying to make it a force to be reckoned with, and then also to help in the memorization of the Quran and setting up committees, just as he said, to bring about, you know, how to call it, community development. And then again, he made mention of the fact that the Saudi embassy or the Saudi Arabia Kingdom has placed in a huge investment into such competition and then memorization by His Royal Highness King Abdulaziz for putting up this international Quran competition so that the finalization, the whole thing, will happen in Saudi Arabia. And then again, he also creates an awareness that we should also look at, which is the awareness that got to do with the enemies of Islam, which is the from the Europe or any other countries. Therefore, if we don't put our heads together and we don't look at it carefully, they will distort, they will manipulate, and they will do certain things to the Quran. So it's up to us to put in efforts to look at it from the scripture revealed to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He made mention of so many things and talk about the Quranic clubs that he wished they should be established. He spoke about Islamic institutions that again where made mention of it that I was so much happy about is the families coming together, the community coming together in order to look at not only the Quran but also assisting the teachers in paying their fees. You know, this is one of the main challenges we have in most of our, in our madrasas, whereby when it comes to paying the fees of the teachers, there is issues. And lastly, which he also said about the National Conference on Quran, which is also a value under the chairmanship of the General Administration for Quranic Affairs, and that he wished that sooner or later that conference should be held, and that he is proposing that that conference should be held here, inshallah, which is going to be a conference for the Quran. So, jazakallahu khairan, Sheikh. Allahu yahfazuk. So, quickly, just go. The next person to speak to us, to give us his speech, is going to be a representative from the embassy of the Saudi Arabia, Ghana. And, of course, it's not a person by Sheikh Yahya Tuntuba. Sheikh. Atakbir. This one, right? الحمد لله والشكر له شكرا ليس ينصرم شكرا يوافق ما يجري به القلم والصلاة والسلام على مبعوث رحمة الله على مبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين معالي رئيس الجلسة فضيلة الشيخ خضر إدريس إمام أهل السنة والجماعة في منطقة أكرا معالي الشيخ عبد الحميد إبراهيم مؤسس فندق أفريكانا ومؤسس مؤسسة الفونديشن مؤسسة الفتاح للشباب وتعليم البنات المشايخ الفضلاء أعضاء لجنة التحكيم إخواني الطلاب الفضلاء حفظة كتاب الله أيها الحفل الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا أنسى اعتراف إمام
مركز بلال الإسلامي شيخنا المبجل الله يحفظه ويحفظ الجميع. اسمحوا لي أن أوصل الشكر لسعادة السفير خادم الحرمين الشريفين لدى دورة غانا السفير الأستاذ سلطان بن عبد الرحمن الدخيل، أسأل الله أن يحفظه ويهيئ له بطانة صالحة تعينه على أداء مهمته وخدمة المسلمين في غانا. لا يفوتكم ما نحن أو ما قمنا به اليوم، ليس مسابقة إنما تصفية. المسابقة سوف تجد هناك جوائز ممتازة وتكريمات ما يسركم، لكن هذه تصفية لما سوف يكون مسابقة في المملكة العربية السعودية، حيث يمثل الممثل أو من سيكون من نقوم اختياره هنا يمثل غانا، جمهورية غانا بأكملها، يمثل هؤلاء الإخوة الذين جاءوا وقدموا وأبذلوا جهودهم. الذي سيتم اختياره سيمثلكم جميعا ويمثل مشايخنا الذين درسونا ومسؤول المعاهد في غانا كلها، يمثله ويمثلنا جميعا في مسابقة ملك عبد العزيز الدولية في دورتها 44 للعام 1446 هجري. فنحن ما قمنا بمسابقة إنما قمنا بالتصفية، وأنا أبشركم أنه هذه العملية إن شاء الله سيكون عملية سنوية. فتهيأوا، الذي لم يتم اختياره بناء على أدائه فيتهيأ للعام المقبل، فإن شاء الله نجمع هنا أيضا أو مكان مناسب حيث ما يتم تخلص إليه من مشاورات، نجمع أيضا وتأتون أو يأتي غيركم فنختار من يمثل غانا أيضا. سابقا أنا التحقت بالسفارة عام 2018، ومنذ التحقت بالسفارة يعني هذه الأمور يأتي وأكون من يتواصل مع الجهات المعنية في الدولة، وغالبا فيه بعض الجمعيات يعني سعيا لتحقيق مصالحهم الخاصة وليس مصالح العامة وبما ينفع الإسلام والمسلمين في الدولة بأكملها، تجدهم عندهم روابط قوية ليس مع السفارة بل مع الأمانة المنظمة لهذه المسابقة، فيأتي أسماؤهم مرافقا مع هذه التوجيه لإقامة مسابقة فيأتي ويأخذ، أحيانا بعضهم لخون الأمانة أو خيانتهم للأمانة حتى بعضهم يختارون واحد خارج دولة غانا. فقلنا إن شاء الله هذه مرة بعون الله وبتوفيقه وبالتشاور مع المشايخ الفضلاء مثل الشيخ خضر حفظه الله والمشايخ الشيخ داود تنداو والشيخ شرف الدين أحمد وكذلك الشيخ علي زين العابدين وأعضاء الإدارة العامة لشؤون القرآن، إن شاء الله من الآن ومن هذه السنة سيكون هذه العملية بما رأيتموه، يكون هناك إعلان ويأتي الإخوة الحفظة يشاركون المناطق وكذلك على الصعيد الدولي أو الصعيد الوطني، فنختار من يمثل غانا في هذه المسابقة في المملكة العربية السعودية. وأسأل الله أن يوفقكم جميعا، وقد أبديتم ما عندكم وكلكم ما شاء الله يعني رأينا وسمعنا منكم ما سرنا كثيرا، أسأل الله أن يوفقكم جميعا، وسوف نستمع قريبا ممن سيفوز في هذه التصفية ويكون من يمثل غانا، أسأل الله يوفقهم. فالبشارة هو سيكون السنة سيكون عملية سنوية للتصفية، ليس مسابقة، تصفية، وسامحونا على التقصير لأن هذه الإجراءات جاءت على
وقت قصير جدا ما استطعنا نجهز ما يليق بكم أنتم يليق بكم ممكن ما أدري الفندق بأي نجم يليق بكم في الدنيا يليق بكم جنة الفردوس وليس يعني النجوم خمسة أنتم قدركم فوق هذا كل شيء لكن سامحونا على التقصير وترتيبات يكون أحسن مما رأيتم هذه السنة وأسأل الله يوفقكم جميعا What I just said here, just a summary. I actually didn't want to say this, but it's something that I just want to give the glad tidings that inshallah this year, when the information reached us and we're given the option to choose who will be representing Ghana, we decided by consulting with our respected scholars, Sheikh Hidr, who is the Imam of Al-Sunnah in Accra, and then Sheikh, the president or the chairman of the General Administration of Quranic Affairs and all the respected scholars who are working under that organization, we decided that this year we are not going to allow any organization to just choose who they think is the right person to represent Ghana. We are going to do regional selections, and Sheikh Dawood has done a fantastic job in this. In a short period of time, he has galvanized a whole lot of scholars all over the country to do this selection process. And these brothers that came here, 12 brothers in number, each one of them representing a region in Ghana. And this is something that I was very happy about. I pray that Allah accept this act from us. And here they are, they have come today. And then, alhamdulillah, each one of them have done a wonderful job. But as we know, we needed only one person to represent Ghana. I pray that Allah will accept us and probably increase the number of Ghanaian participation in this international Quranic competition. When I was given a chance about choosing who to represent, I found myself guilty. I was thinking, how can I just go and choose somebody to represent Ghana when there have not been a proper process to choose that particular person? I know a lot of people, I could just say, go represent Ghana. He get a chance, free ticket, free accommodation, and spend about 1 month in Makkah till Mukarramah. You are going to be a great guest for the King of Saudi Arabia. You're going to meet the ministers, you go to Medina, you go to Rawdah. It's a special program. I said, how can we just do this and sit home and sleep? We have not been unjust. We have not been just to the Quran. So let us do the selection process. And inshallah, the selection process will continue every year. So if you are not selected, go home and prepare. This musabaka has 5 stages. The first stage is musabaka, is Quran hifz wal al-qira'at. Hifz wal qira'at. And there are people who are going to participate in that. The second stage is hifz wa tafsir. Ma'ani al-kalimat. So you have to be preparing towards that. Maybe the next 2-3 years, Ghana should move to one of the higher stages. Now, all these years, the stage we have been going for is hifz. Ma riwaya allati yakhtaruhu al-mutaqaddim. Mumkin hafz. I pray that maybe the following years, one of you should try to go beyond the hifz and start preparing for hifz wa riwayat aw hifz wa ma'ani al-kalimat. Wa fihi kutub yani muqarrar. Fihi muqarrar. Ta'khudhuhu wa tabda dirasatuhu min al-an. Inshallah, mumkin nusa'idukum fil husul ala al-nusakh al-elektroniyya. تبدأ تراجع فيه so that the country can move to the other stages. Inshallah, it's going to be a yearly event. May Allah bless all of you. Bless our respected brothers and sisters who have come here. May Allah bless all of you. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Atakbir. Sheikh, thank you so much. We really, really appreciate. And I think it is a food of thought for the participants. They should prepare for next year, inshallah. Last and not the least on our list, we're going to call upon our chairman, of course, to give us his closing remarks. And just as stated earlier, he will not talk until the last hour. So I'm going to call upon our sheikh. As I said, he's 3-in-1. He's a father, he's a sheikh, he's an imam, and he's the person of Sheikh Khidr Idris. He is the chief imam of Ahlus Sunnah wal Jama'ah, Greater Accra. And Sheikh, we are asked for you to check. Sheikh, the Sheikh. Iyam kuri kasara wari yisumu biyuka the mic and let's follow with the microphone. Atakbir. Allahu Akbar. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen.
والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يسرني ويسعدني أن أعبر عن شكري وتقديري وسروري أيضا في المشاركة في هذه هذه التصفية الإلهية القرآنية من قول رب العالمين. فلا شك أن كل مسلم يسره بمثل هذه المشاركات ومثل هذه الجلسات، جلسة القرآنية، جلسة الروحية. فكل ما حدث هنا وكل الاهتمامات والعناية التي وجدنا ابتداء من بلاد الحرمين، المملكة العربية السعودية، من إشراكنا والعناية وتوجيه التعليمات الرشيدة بأن تكون غانا من الدول التي تشارك في هذه المسابقة القرآنية، مسابقة الملك عبد العزيز الدولية منذ قدم، كما ذكر الأخ الشيخ يحيى، وكما يعرفه معظمنا هنا، لأن هذه المسابقة ما بدأت أمس ولا اليوم، وإنما بدأت من قديم الزمان. فنشكر المملكة العربية السعودية على الاهتمام بالمسلمين جميعا وفي كل برامجها الإنسانية والدينية في اشراك جميع العالم، دول العالم، دول المسلمين جميعا في مثل هذه البرامج الطيبة. وكذلك هذا يدل بالاهتمام بسفارة المملكة العربية السعودية بالمسلمين في هذا البلد، وهي عادتها التي دائما ترغب الخير وترغب في الخير لجميع المسلمين وجميع الإنسان، المجتمع الإنساني ليس المسلم فقط، وهذا معروف من المملكة العربية السعودية. نسأل الله أن يحفظها ومن كل سوء ومكروه. بلا شك أن سفارة المملكة العربية السعودية ضلع في هذا المجال، ومن علامة ذلك أن هذه الاستمارة أول ما تصل في غانا تصل إلى سفارة المملكة العربية السعودية. بل مثل هذه الاهتمامات تدل على عناية المملكة وجميع أجهزتها في العالم بدول بالمسلمين جميعا، كذلك المنتمين والمنتسبين إلى السفارات، وعلى رأس سفارة المملكة العربية السعودية هنا في هذا الوقت هو سعادة السفير، كذلك الأخ شيخ يحيى سليمان يحيى، أيضا كان سببا بعد الله سبحانه وتعالى في مثل هذه التنظيمات. أيضا نشكر مؤسسة الفتاح، ونشكر أيضا مركز البلال الإسلامي بما قاموا به هذه السنة والتعاون في هذه السنة لحفاظ على القرآن الكريم واستضافة المتسابقين، ليس متسابقين، المشاركين في التصفية وكذلك لا ننسى أن الإدارات العامة للشؤون القرآن الكريم في هذا البلد، فنشكرهم أيضا بما قاموا وبما يقومون به في حفظ القرآن والاهتمام والعناية به، وجزاكم الله خيرا. ولا يسون في لا يسوني في الأخير إلا أن أتقدم بالشكر والتقدير مرة ثانية وأكرر ذلك إلى المملكة العربية السعودية وسفارة المملكة العربية السعودية في غانا وجميع من تعاون
في هذا المجال، سائلين الله عز وجل أن يوفقنا ويبارك في أعمالنا جميعا ويجعلنا من أهل القرآن في الدنيا والآخرة. عندنا فجأة أني شيني كورون ناودا واتوفرين تكينا دسام ممودكنا أيوانا ba shakka maganan Allah muka zauna tun da safi tun lokacin haduwan mu muji irin albarkan da ke ciki Allah kadai sani da irin ladan da ke ciki Allah kadai san muna roƙon Allah ya katarshe mu kuma wannan wuri kuma yana kusa da masallaci ina rufayan kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama da yake yake tambaya sahabansa wane ne ke so ya shiga cikin wannan kasuwa a kusa da Madina ya sai rakumi yazo ya sayar kuma ya samu riba daban-daban gashi nan suna ce ashe annabi na ba su misali ne sai ce to abinda nake nufi shine wanda zai zauna a cikin masallaci ya ji aya ko aya biyu ko aya uku ko aya hudu the more zai ya ji ayoyi the more riban da ya samu a lahira muna roƙon Allah ya katarshe mu mun samu haka wannan kuma yana kulawa da cewa Saudi Arabia suna kula da duniya duka baki daya. Of course, all of us here, we are following the lead of Saudi Arabia. May Allah subhanahu wa ta'ala bless that country, that all the knowledge that we attain, the fundamentals of it is from Saudi Arabia. And then he also gives thanks to, of course, he said not his colleague, but his teacher. Quickly, so before we go to the ending of the whole thing, I think now is about the time I know my judges are ready for them to tell us what is at stake and who is the first and, you know, who is following before my Sheikh Shafi will come in and, you know, bless us with a closing prayer and then we'll call it mashallah. But then, so I want to give the microphone to my judges so that they will do the announcements, but I'll only appeal to my leaders that just as we are talking about Quran and all the memorization, I think we should also put in inculcate about Lugha so that we will understand what we read. I think it's also help us in memorization of the Quran. So if the Lugha aspect of the studies we put in place, we'll surely be grateful about it. So I think the judges, they've collated the results. And before they come in, I want to make sure that every participant is here. Is everybody here? I'm not sure everyone is here. So if we can kindly look for them and call them, please, if somebody can do me that favor. We want to make sure that all the participants are here. Okay, so we want to make sure that all the participants are here. So if you have their number or you know where they are, kindly fetch them for us so that we'll do a quick roll call before the results will be announced. They are all present. Okay. So Sheikh Yankuri, we want to be Zoba Olai, over to you, Sheikh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تو منذ ذلك الشم مسابقا القرآن النمكي كم تصفية تو كما الحمد لله المجرى دك سيكو كري درجة دي دكي سكان سوباواني أبوني مغرمبا الله يبامو لادن جن وانن كراتون القرآن so kuma da suka karanta mana Allah ya ba su ladan wannan karatun da suka yi mana to za mu fara daga ƙasa ne zuwa sama saboda shi almajirin da yazo na goma shine Nuhu Yakub ya wasu zo bracket in na kai wuri na ga
ناغايا تو wannan ga sako ne na safir mamlakat al-arabiyyah as-saudiyyah akwai hadiya mai girma a ciki shine mushaful qur'ani mushaf qur'ani mai girma da kuma dabino da kuma envelope na tama envelope insha Allah muhtaram ibu musa abin da ke ciki ba amma insha Allah muhtaram to mun gode wanda yazo na ترى شيني عبد الغفار إبراهيم الله أكبر تو شي ما ذكر بناشي كيوتا دقا سفارا مملكة العربية السعودية داكما انفلوب تو منقودي واندي زونا تقويس شيني الماجري سلمان داود تنداو سلمان داود تنداو سلمان باشكو تو غا واني زي كريم ماي ميمكنش ان شاء الله تو مونغودي تو واندا يزونا باكوي شيني عبد المعز محمد حبيب عبد المعز داغا نودين كده نعم التكبير الله اكبر تو وان داي زو نشد شيني عبد الرزاق عبد الرزاق تاتا نعم دغا ايستر ريجن عبد الرزاق يا نانكو عبد الرزاق تو ان باشي وان يا زو كربي ماي زو كربي ماي نعم تو تو وان داي زو نبيار شيني سليمان علي سليمان علي شيني دغا بونو ريجين الله اكبر ما شاء الله تو وان دا akwai brackets wanda suka zo na hudu mutane biyu ne suka zo na hudu wato na farko shine Muhammad Murtada Suwaid sanan nabi kuma Fawaz Habibullah Yusuf wato bracket ne na'am fourth position mutane hudu Muhammad Murtada Suwaid and then Fawaz Habibullah Yusuf na'am التكبير الله اكبر التكبير الله اكبر تو وندا يزونا اوكو شيني الماجري لوكمان صالح يوني لوكمان صالح يوني ما شاء الله شي يزونا اوكو الله اكبر ما شاء الله كما وين دسكوزو نبيو براكت ني سوني سكند بوزيشن نعم اكيرا غدا تو ديا عبد الله اسماعيل ساي عبد الله اسماعيل ساي سكند بوزيشن بيست اوف ذا سكند بوزيشنز التكبير الله اكبر التكبير الله اكبر Yeah.
Allah wa Allah daya a cikin su shine farko dai kuma a cikin su ya zama shine na biyu to so we have Muhammad Kabir Abubakar from the Ashanti region, we have Musa Abdullah Abdurrazak Uthman also from the Savannah, one of them is the second of the second position and one of them is the winner. So when we mention the name, you need to understand that the other person is the winner. So we're going to mention the second of the second position. Allahu Akbar. Check it out. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Atakbir. Allahu Akbar. Atakbir. Allahu Akbar. Is it going to be Ashanti region? Is it going to be Savannah region? Allahu Akbar. Is it going to be Ashanti region? Allahu Akbar. Is it Savannah region? Allahu Akbar. That's it. Okay. The second. Musa Abdul Razak Uthman Savannah region. So Musa Abdul Razak Uthman is the second position. So automatically our winner is from the Ashanti region in the person of Muhammad Kabir Abubakar. Atakbir. Mun gode Allah ya kai mu sabon shekara insha Allah. Allah sa. No worry. jama'a kindly. Hold on. Kuyankuri, please hold on with the pictures. My winner, please come. Of course. Kazama winner, Yankuri. Jama'a we kabam one up kadam. So mutash, very important. Something little. Just recite something little for us. Give us tilawa. Yeah. Put your gift here. Don't worry. Please. No. Put the envelope in your pocket. Very important. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا
وإن الله لمع المحسنين. التكبير. ما شاء الله. So quickly, let me call upon my Sheikh, Sheikh Shafi, to come and give us the closing prayer, and then we'll do all the photography. So let's ask, just ask muka fara da sunna Allah, kubari mukari da sunna Allah, yanna muka tabata da shikina. Sheikh, fadal. Atakbir. Sheikh Shafi, she ni chief imam na Bilal Islamic Center, babomu Sheikhana. Titi ni malum man na, de suka zam judges. Allah saka musu ala khairi. Allah saka musu ala khairi. Sun yana ya kamata. Amma farko muna gaida Shi Yahya Suleiman. Allah kan shi karama. Amin. Tunda markazin mu ga abin da muke nima kenan. Ba mu gina shi domin magana kawai ba. Qur'ani, a gwada Qur'ani, a koyi Qur'ani. Shi muka samu. Allah saka muku alkhairi. Mai gidanmu kuma Hamid Ibrahim, Allah ya kawo shi karama. Malami ne kuma mai tawadi. Mai kudi ne, mai tsoro Allah. Mai kudi ne, amma yana tsoro Allah. Yayi yana tsoro Allah. Bai ba yana so yana tsoro Allah. Titir masalakin mu ga. Mun gode mishi. Ba shi ya fara ba yayen shi Ibrahim Alhaji Ibrahim shi ya fara mun kirki su yanda Allah ya kuma yi su kenan Alhaji Ibrahim yayen shi Allah ya cikan shi sai shi mai zo continue Allah ya sa su fi akana yaran mu Allah ka musu albarka malumu Allah saka alkhair shahidir dan wana ne sosai gaba da baya da karatu da konni da shi dan wana ne shi mai yana cikin shani masalakin mun Allah saka mu zai alkhair Allah da ku ka malum mu almajirai Allah ba safa malum almajirai suka da su karatu Allah sai su manyan gobe Allah sai su fi akana kowa da lokacin shi nasu ne bai kai ba in ya kai ko ba abin zai hana su kamar wannan nasu ya kai Allah kai zaba Allah ke zauce cikin sarautar sai da gidan dama Allah ka ba su dare kai gobe Allah sai su mara su kai kuma Allah ka sa mu karin lafiya jama'a an gaji ba yawan magana ba duk wanda ke na Allah ke yabo katunsa muna gaira baban Musa baban da ya ba mu kasa muka gina masallakin ga 1999 muka fara masallakin ga muka gina muka kare 2000 me muka bude masallakin ga yau ga su suna tare da mu yara sun girma baba na kabari Allah ka sa su lokacin huta gidan mu duka Allah ya samu kar lafiya malumin su ko zo duka Allah ka koma su gidan lafiya yanzu su ka fito da bismillah Allah ka zai alhamdulillah manyan mu ko Allah ka jam lafiya duk wanda ke na Allah ka bai kwatan kowa mai ciwo yana likita wanda ke gidan Allah ka bashi lafiya mamatan mu Allah ka sa su huta mu malumin samu kar lafiya ko ba shi mu je kiyama Allah samu kalma shahada Allah biya kwatan kowa rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin jama'a assalamu alaikum jama'a Hafiz TV, unique every day.